السلام عليكم متابعي قناة ستار تيوب، لا تنسى دعمنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضغط زر اللايك لكي يصلك كل جديد. رسميا بطولة الصداقة الدولية التي سوف تجري في العراق في 18 من آذار القادم سوف تكون بمشاركة 4 دول: ليتوانيا، أوزبكستان والعراق وسوريا. منتخبنا يتراجع للمركز 83 على لائحة التصنيف الدولي للفيفا. بمشاركة أساسية للعقيد عمر السومة، نادي الأهلي السعودي يواصل نتائجه الإيجابية ويحقق فوزه الرابع على التوالي على حساب نادي الحزم ب4 أهداف مقابل هدفين، حيث ساهم السومة بصناعة هدف وتسجيل هدف، وأصبح برصيد السومة 13 هدف كثاني هداف الدوري السعودي بعد الفرنسي غوميز الذي يمتلك 14 هدفا. أما نتائج مباريات اليوم من الدوري السوري بكرة القدم: تشرين يتغلب على حطين بهدف مقابل لا شيء سجله عبد الرحمن بركات. الاتحاد يفوز على النواعير بهدف مقابل لا شيء سجله عمار شعبان. الجيش يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على الوثبة بهدف مقابل لا شيء سجله باسل مصطفى. الوحدة يتعثر ويتعادل مع الساحل بهدف لمثله سجل الوحدة عبد القادر دك، والساحل مجد شلهوم. الشرطة يتفوق على المجد بهدفين مقابل هدف واحد سجل المجد رجا رافع، وسجل للشرطة أحمد حموخ ومازن علوان. الطليعة يفوز على حرفي حلب بهدف مقابل لا شيء سجله محمد زينو.